السائل من كينيا يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلينا خلف إمام مبتدع ويشتغل بأعمال الشعوذة والسحر، هل صلاتنا صحيحة؟ وهل نعيد ما صليناه من صلوات كثيرة خلف هذا الإمام المبتدع؟ لا تصح الصلاة خلف الإمام الذي يشرك بالله عز وجل أو يستعمل السحر، لأن السحر كفر، كفر بالله عز وجل. فعليكم أن تعيدوا الصلوات التي صليتموها خلفه، إلا أن تكون صلوات كثيرة جدا، فعليكم بالتوبة إلى الله والابتعاد عن هذا الإمام، ولا يجب عليكم إعادة الصلوات الكثيرة التي تشق عليكم. أما إن كانت صلوات يمكن إعادتها فإنكم تعيدونها لأنها غير صحيحة. نعم.